مساكم الله بالخير. ربما ما في ولا أحد مننا لم يفكر بفكرة أو يحلم بحلم على أقل تقدير، ولكن فين اللي ينفذ ويحقق؟ كثيرون هم لا يزالون يبحثون عن الشجاعة داخل أنفسهم ليقدموا على القرار الجريء والشجاع حتى يحققوا تلك الأفكار أو الأحلام. ضيفنا في هذه الحلقة فعل ما عجز عنه كثيرون. قصته برغم اختلافها إلا أنها تبقى حلم الكثيرين من الشباب في العالم العربي أو العالم أجمع. صفره اللي بدأ منه جاء في منتصف طريقه، بحث عنه، صارع محيطه والظروف والضغوط ليعثر عليه. رجل الأعمال الشاب مشعل الكثيري يمكن تعريف صفره بأنه إعادة اكتشاف الذات. مشعل هزم مفهوم الاستقرار الوظيفي أو الأمان الوظيفي، وقرر أنه يترك دخله الثابت حتى يبحث عن السوق. هو الشاب اللي كان لديه الجرأة أن يكتشف بأنه بيمشي في طريق ليس طريقه. أحد ملاك ومؤسس مجموعة الكثير القابضة، مشعل بن محمد الكثير.